أحبابي أريد أبكي والله يا شيخ المحصول. أنا مهضوم يا شباب، الله يبارك. أذكر مصعب الزهراء قلبي يتكسر، أضلوعي ضلوعي تنحني على أم الحسن والحسين. ذكر هذا السيد محمد رضا الذي غدر به الدهر الخؤول. أعيد العبارة، أقول هذا السيد غدر به الدهر الخؤول، وقتله الزمن الكنود العنود المر. اذكروه أحبتي، لأنه أقول للشباب دول أصدقاء، أقول هذا السيد محمد رضا سافر وما ودعنا، ما قال سلام الله عليكم، الآن مع أمه الزهراء. أنا أنظر ما أنسى، لأنه صديقي وحبيبي وأخي. من هذا المنطلق أحبابي، سيد محمد رضا صديقي وحبيبي وعزيزي وأخي، لذلك ترك فراغ كبير في حياتي أنا عبد الحميد المهاجر. انتبه كيف؟ لأنه كان في أمل كبير. على كل حال، لكل أجل كتاب. أنا أقول غدر به الدهر الخؤول، افهموا كلمتي على وجهي الصحيح، بارك الله فيك. غدر به الدهر الخؤول، وقتله الزمن العنود الكنود الرديء. هذا زمن اليهود والقرود، زمن الخونة والأجلاف، هذا الزمن. لذلك لازم ترفع راية أهل البيت في إلى العالم كله، ترفع صوت الزهراء وتحفظ حقها في أبنائها. المرء يحفظ في ولده. أنت لما تذكر سيد من السادة يعني تذكر الزهراء. هؤلاء سادة أولاد فاطمة، سادة أولاد فاطمة.